ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نجت المديرة الإقليمية للتعليم بالناظور السيدة سميرة بروك من حادثة تسير خطيرة بالطريق الساحلي بين الناظور ووجدة، حيث كانت رفقة السيد صالح العبودي رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والسيد محمد لرمود سائق السيارة. ووقعت الحادثة بعد انقلاب السيارة التي كانت تقل المسؤولين عند اصطدامها بشاحنة، حيث تم إرسال الجميع إلى المستشفى الحسني بالناظور لتلقي الإسعافات الطبية. وتوافد على المستشفى جميع موظفي وإدارة المديرية الإقليمية وعدد من رؤساء المؤسسات التعليمية للإطمئنان على حالة المصابين في حادثة السير. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.